فندق على شمال فندق ريكسوس سي جيت على فندق في شرم الشيخ. فيها كمان كازينو اسمه كازينو في جاز كازينو عن طريق المحلات مع العرب سيد. الفندق اللي على الشمال ده بقى فندق تبع ترافكو اسمه ماجيك دايف، واللي على اليمين ده كومباوند اسمه سيرا. على الشمال طبعا باين من الاسم ده ريكسوس شرم الشيخ. باروتيل اللي هو كان راديسون ساس قبل كده. ده فندق باركين. باركين في اكوا بارك كويس جوه. على الشمال ده نوبيان فيليج ونوبيان ايلاند. دلوقتي هيقابلنا على الشمال فندق كليوباترا لكشوري، فندق خمس نجوم كويس جدا برضه. وبعدين رحانة، في رحانة على اليمين ورحانة رويال بيتش على الشمال. اللي على اليمين ده حي شرم، وده رحانة رويال بيتش. ده رحانة شرم. وبعد كده فندق تمرة بيتش على الشمال. كان في فندق هنا بس هو مقفول دلوقتي اسمه هاوزا بيتش على الشمال، بس هو مغلق دلوقتي. واخر فندق هيقابلنا على اليمين اسمه ثري كورنر. وكده يبقى خلصنا منطقة الغرقانة وهندخل على منطقة المطار. الفندق اللي قدام على اليمين ثري كورنر، في على الصينية بتاعت أول الغرقانة في فندق كمان او فندقين موجودين هنشوفهم، وبعد كده انتهت مدينة الغرقانة يعني الفنادق الغرقانة. ده ثري كورنر على اليمين. اخر فندقين على الصينية هنا قدامنا، فدي اسمها صينية الغرقانة. فندق على اليمين وفندق في الوش. ده كمان الغرقانة. الصينية اللي كان اسمها شارمينج شارم، مشهورة هنا في شرم الشيخ. كده دي منطقة الغرقانة أو النفق. الطريق اللي على اليمين ده بيودي على الدولفين، على الدولفين شوب. واحنا كده بنبتدي طريق المطار. الفندق على الشمال طبعا بيمتد ليه، لكن على اليمين ده شكل اسمه سي بيتش اكوا بارك. في اكوا بارك للاطفال كبيرة وحلوة جدا، وتغير اسمه لشارم مليون. هي
كده انتهت معايا الرحلة.